من ضمن الأسئلة كنت عاوز أعرف أدخل لغة فارسية ولا آداب قسم جغرافيا. أنا الحقيقة وجهة نظري، معلش أنا آسف والله إن أنا يعني محبط لبعض الأشخاص، ولكن تعال نفكر مع بعض. اللغة الفارسية إيه اللي ممكن تشتغله؟ يعني كول سنتر ما بشوفش كتير إعلانات، يعني تقريبا ما شفتش خالص. بالنسبة لي الترجمة والحاجات دي يعني مش هنترجم على اللغات القديمة أو الحاجات دي. طيب الشغل هنشتغل، هتقولي ممكن تور جايد السياحة الإيرانية قد إيه محدودة مش موجودة تقريبا، تقولي مش بس إيرانيين، اللغة الفارسية بتتنطق هنا وكردس، ماشي إيه العدد وهتروح فين وجاية منين؟ فنصيحتي اتسلمت شوية. فلو انت بالنسبة لك بتحب مجال الجغرافيا وبحبه كتدريس او عاوز تشتغل فيه في الشركات اللي هي بتاعت العقارات والكلام ده، اي مكان بقى بكل الديتيلز بتاعتها ممكن تدخل في اداب جغرافيا. لو مش حابب ده او ده، انت بالنسبة لك اي حاجة وخلاص، فنصيحتي ادخل اي واحدة منهم بحيث انك تتخرج تعمل كارير شيفت. وان كان اداب جغرافيا يمكن الاتنين تعتبر لغات، ولكن مش هتفرق كتير وانت بتتكلم لو انت اوريدي عاوز تعمل كارير شيفت ولا همك اي حاجة، فادخل اسهل لك عشان تطلع بتقدير كويس او على الاقل هتمشي فيها على طول. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله.